بالسلامة. حقيقة يجب أن نميز الإنجازات التي تعلقت بمنجزات ثورة 25 تشرين أول، قبل أن نقول أن من تلك المنجزات، أو إن صحت العبارة أن الحكومة كانت من ضمن تلك المنجزات. أبدا، الحكومة يجب أن نخرجها عن طور أنها كانت من ضمن منجزات ثورة تشرين. لماذا؟ لأن الحكومة جاءت نتاج توافق سياسي من الطبقة السياسية التي قامت أصلا الثورة عليها، أو أن المظاهرات نادت بإسقاطها أو بتغييرها أو بإصلاحها ما إلى ذلك. حقيقة هذه الثورة، الضغوطات التي باستطاعتها أن تمارسها، هي حققت المرحلة الأولى من لنقول النجاح، لنعطيه نجاح، وهو فعلا كان نجاحا حقيقي، بل وكان أهم نجاح من كل المراحل اللاحقة التي ستعقبه. هذه المرحلة الأولى متعلقة بما هي الإنجازات. الإنجازات أولا إرسال حالة الوعي، شهدنا هناك وعيا جماهيريا كاملا شاسعا ضمن مدى وطني جامع شامل، وهذه ميزة لم تكن موجودة في العراق بعد عام 2003 حتى انطلاق تلك الثورة. إذن لدينا جانب جماهيري واعي، مدرك المرحلة، مدرك المآلات، يعلم خفايا الأمور، وبالتالي لا يمكن أن تنطلي عليه كل ألاعيب السياسيين أو شعاراتهم في كل مناسبة انتخابية مزورة. هنا المفارقة العجيبة، النقطة الثانية وهي نقطة مهمة وغاية في الأهمية، ما هي؟ كشفت ثورة تشرين عن الغطاء، أو لنقول أسقطت القناع. نعم. الذي توشح به أهل الداخل من سياسيين ومن علماء دين ومن مرجعيات ومن اتجاهات، كلها كانت تتآمر على الجماهير وعلى العراق مع الخارج، وضمن أجندة أجنبية، ضمن طبخة عالمية، ضمن ثقافة إباحية للأسف نقولها، حتى مست صلب العقيدة الذي يتغنى بعض السياسيين وبعض الأحزاب ضمن البوتقة السياسية بها ويرفعون شعاراته. وبالتالي الجماهير أدركت أن ما هؤلاء الطبقة السياسية إلا نتاج حاصل محصل لثقافة سياسية تآمرية كذابة من عالم خارجي دعم هذه الطبقة السياسية وشكل بما يشبه بنظام الميليشيات الذي تهيمن عليه كثيرا من الفصائل خارج نطاق الدولة. نعم. ضمن مسميات سلاح منفلت، أو ضمن مسميات فصائل كذا، أو مقاومة تلك، أو وجهات، وكلها تخدم المشروع الأجنبي. وبالتالي الأجندة الخارجية الأجنبية هي من يدافع وهي من يحمي الطبقة السياسية، وبالتالي هي من أوجدت التوافق من خلال توافق إيراني أمريكي لإخراج الحكومة التي هي الآن يدعون أنها تمثل المتظاهرين وهي لم تمثلهم إطلاقا. ثم النقطة الثالثة وهي الدافع الوطني. نعم. هناك دافعا وطنيا حقيقيا أرسل من قبل هذه الثورة. هذا الدافع الوطني يتمثل بالإحساس بالانتماء واللحمة الوطنية التي لا تستثني طرفا عن طرف، وهذه ظاهرة جديدة لم يشهدها العراق منذ ثورة 1920 ضد الاحتلال البريطاني. حتى وإن لم تنجح تلك الثورة، ولكنها أرسلت رسائل بعثوية استمرت ضمن عقودا قليلة، استطاعت أن تغير المعادلة. وبالتالي هذه الثورة ستغير المعادلة. أما أن الضغط، أنا أقول لك بأمانة أن وباء كورونا والعصف الصحي الذي عصف بالعالم وبالعراق على وجه الخصوص كان أحد أسباب تأجيل نجاح الثورة أو انطلاقها إلى المرحلة الثانية. الثورة قادمة والضغط سيمارس، والحكومة الموجودة ما هي المرحلة الثانية؟ أي شيء دكتور عادل، ما هي المرحلة الثانية برأيك؟ التي تعمل خارج نطاق الدولة والتي هي مسيطرة سيطرة كاملة بدعم أجنبي.